اللعيب رحب لكن طلب ان هو يحصل على 4 ملايين جنيه وهي قيمه عقده السنوي عقده القديم. قال ان هو عايز 4 مليون جنيه من قيمه عقده القديم عشان يوافق على تمديد عقده. لا لحظه طبعا معروف يوسف عنده عرض من الاتحاد الكويتي. لحظه استاذ علاء، استاذ علاء اتفضل. 4 مليون جنيه؟ اه 4 مليون. ايه قصه ان معروف يوسف بكى وقال ان عايز العب للزمالك مجانا، وفي قصه الجنسيه والكلام الجميل اللي احنا سمعناه من يومين ثلاثه ده؟ لا الجنسيه بقى مالهاش علاقه باللعب. الجنسيه لا، قال ان انا مستعد العب نادي الزمالك ببلاش، اتقال كده على لسانه. هل الكلام ده صح؟ كمل كمل هقول لحضرتك. اتفضل. اولا كلمه يلعب ببلاش دي قالها وكيله مالهاش معروف يوسف. سواء فرحات يعني. يوسف بيسعى للحصول على الجنسيه علشان يعيش في مصر بعد اعتزال كره القدم، انه يكمل حياته في مصر. تمام. دي موضوع الجنسيه. تمام. موضوع ان الزمالك طلب ان هو يمدد عقده، اللعيب رحب ان هو يمدد عقده لكن طلب ان هو يحصل على 4 ملايين جنيه سنه ليه في عقده القديم، وبعد كده هيمدد السنه الجديده. يعني ليه سنه قديمه. ليه سنه قديمه عايزها ال 4 مليون عشان يتكلم في التمديد. وهيمدد من غير ما ياخد مؤدب. يبقى اذا الراجل اتكلم وكيله صح، واحنا فهمنا كده عايز السنه القديمه ال 4 مليون ومش هياخد مقدم في التمديد. وهو عنده عرض من القادسيه الكويتي ونادي الزمالك موافق، وفي خلال ساعات هتنتهي المساله دي واللعيب هينتقل لنادي القادسيه على سبيل الاعاره لمده موسم. يعني هيرحل على نادي الزمالك. هايل يا علاء، خبر جديد ده اللي بعده. بالظبط. عندنا ازمه كبيره جدا.